فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح صلاة من يقرأ من المصحف في الفريضة؟ هذا كسل عظيم، يقرأ يعني ما يحفظ شيء من القرآن صلي به في الفريضة، هذا كسل عظيم. أن العلماء مختلفون، هل يقرأ في المصحف في النافلة في صلاة التراويح فكيف في الفريضة؟ ألا يعني يصل الإنسان إلى هذا المستوى، ما يحفظ شيء من القرآن ولا السور القصار ويقرأ في المصحف؟ نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.